وهذا ما شاء الله تبارك الله من إنتاجنا من صيصان الدجاج الفيومي. أسأل الله أن يطرح لنا ولكم البركة. وهذه بإذن الله بعد شهر أو شهر ونص راح نفرزها. لابد أن يزيد عدد من الديكة، لكن راح نعزلها الحال وندبر وضعها مع فلفل أسود. اللي يسأل يقول متى تنتج؟ بإذن الله بعد 5 شهور يصير تكرمها بالعلف يبدأ إنتاجها، ولكن البيض يكون حجمه صغير، 6 شهور يزيد شوي، وبعدها مع شهور يبدأ حجم البيض يكون مناسب وممتاز وتقدر تحطه بالفقاسة. وعامة الطيور أكرمها وبإذن الله راح تعطيك إنتاج، وكل ما شحيت عليها بالعلف راح يقل إنتاجها وتكون معرضة لأي مرض. والحين بإذن الله نطلع للحظائر الثانية، الفيومي الذهبي أصورها لكم. هنا ما شاء الله تبارك الله من صيصان الفيومي الذهبي. طبعا الفيومي الذهبي عندنا حظيرتين، هذه حظيرة وهذه الحظيرة الثانية، كلها بإذن الله راح نأسسها أمهات منتجة للبيض بإذن الله. هذه راح نصورها لكم وهي أمهات منتجة للبيض، مثل ما صورناها بداية إنتاج أمهاتها للبيض، حطينا البيض بالفقاسة، بعدها انتجنا وزودنا بالعداد. هذه صورناها لكم من عمر يوم الى ما وصلت العمر هذا، وبإذن الله مواصلين الى عمر الانتاج. السندات اللي تكلمنا عنها ذاك اليوم، يعني خشب تحصله مرمي فينفعك ونفعه، والله صراحة ما يقدر بثمن. شلون الطيور أغلبها تطير فوق، إذا جت حزة المغرب كلها تطير فوق هنا. أنا نطلع نصور لكم الحظيرة الثانية اللي هنا. هذيك الحظيرة الثالثة، لكن هذيك ما عزلناها إلى حد الآن. هذه الحظيرة اللي عند المحاكر، هذه الحظيرة الثانية، هذه الحظيرة الثالثة الذهبي، هناك الحظيرة الأخيرة الشبابي. سقاية الماء زيادة حرص، احنا نحط سلك علشان النصوص ما يدخل داخل، فنحط السلك هذا سلك الربط حيث النصوص بس يقدر يدخل ويشرب ويطلع. وش فيك يا اخي؟ يا اخي قل لي من اللي قاعد يقول لك سوي كذا؟ من اللي قاعد يقول لك سوي كذا؟ ابغى اعرفه تكفى عشان اشوف ايش، لان انت ما فيك طب واضح. هذه السقاية مثل ما ذكرنا لكم حاطين عليها سلك علشان الصوص ما يشرح انه يدخل كله داخل السقاية. هذه بإذن الله راح تقسم على 3 حظائر، لكن بعد 10 أيام أو 8 أيام. هذه السندات خشب، أي خشب، أمورك بالسليم.
كلها كلها 80% من الصيصان كلها طايرة فوق. هذا أفضل شيء وأفضل حل، تكون بعيدة عن الفضلات وهي ترتاح بالمكان اللي يكون مرتفع شوي. وشرط انك تثبت تثبيت قوي وتجتهد عليها بالحيل. لا، العمود هذا متكي على البلكة هنية وهناك مربوط بالخشبة الثانية، هناك حاطينه على طرف الشبك، هناك يمشي الخشبة اللي هناك ومربوط بسلك، هنية مستند على البلكات، هناك آخر بلكة مستند عليها، والخشب كذلك تربطه بسلاك الوصلة إذا صارت المكان صغير، تربطها بسلك من الناحيتين وأمورك طيبة. هذه نفس الشيء رابطينها بالشبكة هنية، شيل لها 10 12 15 صوص ممتاز. بس لمسات بسيطة، لمسات بسيطة تفادى لك بعض هالأمور وبعض هالازدحام. وترى هذه ممتازة للحمام، كنا نستخدمها للحمام، لكن الحمام نرفعها فوق شوي، يعني ارتفاع 1.5 متر الحمام كله كبير. حتى الذكور إذا جت تبغى تلقح، أنا أحطها تقريبا ارتفاع كذا، كذا متر أو متر، متر ممتاز. نحط من الزاوية هذه للزاوية هذه، لأن الذكور تحاسد أحيان وقت التلقيح، يصير الذكر يلقح الأنثى بكل أريحية على الاستندات هذه. تحط بالزاوية هنية بعد استند خشب. مجرد ان حركناه شوي، سوينا حركة، حسينا ان الارض انها ازدحمت شوي من الصيصان، مع ان فيه اللي طايرة فوق ومقعه على الخشب، ولكن هذا يقلل لك كذلك الازدحام. يعني لو هالكمية هذه نزلت تحت، واللي فوق هذه نزلت، وهذه نزلت، واللي بطراف الشبكة هنية نزلت، صار فيه ازدحام. ولكن خلى القوي ياكل والضعيف ياكل، القوي اذا اكل شبع راح وطار فوق، وترك مجال الغيرة يجي ياكل يحرث بالارض وياخذ راحته. صراحة انا اشوفها مهمة وفوق المهم وضروري الاستندات الخشب هذا، زي توفير كلها الماء والعلف ونظافة المكان، ضف عليها استندات الخشب هذا، ضرورية وممتازة. امهات صيصان عمر 2 شهر عمر 3 شهور حمام 200%. كذلك حتى الرومي احنا حاطينها للرومي، الدجاج وقت الليل اغلبه يطير فوق وينام، لكن الرومي يبغى تجودها صح، لان وزنه ما شاء الله تبارك الله ثقيل.